الكلام لو كان يعبر عن الحنان، كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يعبر عن الحنان، كنت قلت إني بحبك من زمان. كل يوم الشوق بيكبر علي بالي على بالي، ولا انت داري باللي قراني، ولا إلي سنين طويلة. اوكي، تعبتني شيرين انشغل وهي تبكي. الماء الله، شكرا شكرا. ولا كيف؟ حلوة؟ عشر ما حلوة صح؟ ايه؟ ما حلوة طلعت معايا. ايش بتغني يكون حلو؟ يعني من زمان انا حكيت لك احفظيها، من زمان حكيت لك احفظيها. لا انا حافظتها، ليش تعال اغنيتي موجوع قلبي. بعدين ترى لوجهك نحفان، ليش نحفاني هيك؟ ايش متابعاتي قالوا لك؟ قول لها انك نحفانة. لا والله ما رايك بحكي، ولا هي زاوية غير ولا انا نحفني الغنى. ثانية يا بنت غريب، في كيف شيء متغير؟ يلا غني اللي بدك اياه. يلا بنات، صدى لسه محتاجة الصدى. ايش فيك؟ ايه طيب دقيقة. دقيقة خلنا موجوع قلبي والتعبية من أبا على روحي، انكسر قلبي علي، تعبان وجهي وعيوني قهرتني، دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني. لهالحال وصلني موجوع قلبي والتعبية من أبا على روحي، انكسر قلبي علي والتعبية من أبا من جنت محتاج وقفة. الصلابة بهالناس ما ادري، ما ادري هاي الدنيا صلبة. دخيل الله من الدنيا. انت تأثرت. كم يقول يا دموعه ليه يبين لي خضوعه، خضوع مين؟ ليه يجرح في رجوعه، يوم جوع. اتمنى وصل اني ويوم جافيته ولهت يا دموع. عاش الصوت عاش. طيب ليش ما كملتيها؟ الحكم، الحكم الاول. حكم ايش؟ والله بناتك هذول اللي خنقهم خنق. حكم ايش؟ ما في احكام، في احكام بيننا الله يسلمك. ما اصلا ما بيننا الا الحكم. من حكى لك اصلا ما فزتي، انا الفوز. بناتي ترى انتم ما تكبسون، يعني 14 واحد نايم، انتم نايمات. اصحوا اصحوا، ايش نايمات؟ وراكم مدرس. ها احكي. الحكم الاول، يا رب تجي البيتزا بسرعه. الحكم الاول انك تكنسل البيتزا. لا ولا ولا والله لا مرة ثانية. واكتب الشعار على البايو لننحف الجميع. لا غيره الا الحكم. الحكم الثاني انك لما تجي البيتزا، تمام،
دق على جارك قول له هذه هدية. الحكم الثالث، الحكم الثالث تشو تشو يا بنات، شوف يا عمران، يا عمران اوكي يشرب خليه يجي دبي. لا انا بدي حكم سريع. ايش هو؟ يقولوا لك بناتك يبوق تجي دبي، ملعونات دبي والله بعد الرياض. في احتمال كبير بعد الرياض دبي. يلا بس هذا مو قول حكم يعني. قول قول شعر للخديعة والظلم. أيوة مش هذا هو خديعة، أيوة ما راح أحقق لك أمنيتك، تغزل تمارس هوايتك. أيوة قول شعر للطيب وللحظ الطايح. يقول جازت لها الغيبة لا 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 هذا غزل، ولل مو غزل، أنت جازت ما لها تقدر. الغيبة. لا لا هذا غزل، ما أقدر، ما بدي على الأنثى أصلا، شوف تاء مربوطة ما أبي أسمعها في الشعر. أفكنا. لا يلا لا لا. يقول من أسوأ إحساس. دقيقة، ضروري أقول لكم، ما يقدر ما يقدر في حقه. فقر فقر شعره الإحساس كله من بنات. أسوأ. ها ايوه تشجع تشجع، خلي عندك إرادة، احنا معك معك، ايوه تقدر تقدر، انت قدها. ايوه صارع صارع المتغزل اللي داخلك، صارعه اقتله. منك العذر وعلي المعذرة، هذا حامد زيد يقوله، منك العذر وعلي المعذرة، لا تحس بحساب هجر ولا هجير، كل ذنب بتذنبه بستغفره، واحد ما يعذرك ما فيه خير، دور ايوه بصدري تعمره، عندك من الضلع الأول للأخير، عيش فيني وادمر اللي تدمره، واعتذر لي واعتبر سري كبير. اخر شاي البير يجي يشرب منه الكل. هذا غزل. لا يقول سرك في بير، ليش في انت في البير ولا شنو؟ الحكم الأول، تعالي قولي لنا قصيدة، قصيدة أي شيء، غزل، نكهة، دراما، أي شيء. كل الجروح الطيب إلا جرح البواسير. يلا ممكن كثر تكتمها، صار لي أسبوع كاتمة هذا الشعر، ما أعرف. يلا قولي قولي. أيوة أحطه بالموسيقى. ايه حطي بالموسيقى. أي موسيقى شعر، الله يذكر الشاعر السفاح. دقيقة، من وين تجيبوا موسيقى الشعر؟ شو تكتبون؟ حسب هو ايش هو؟ ضيم؟ هي ضيم صراحة. لا دقيقة دقيقة، شكله فيها عيد. دقيقة، لا لا دقيقة 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 دقيقة. هو مزمن. ولي ولي ولي. لا ما في دقيقة حد، دقيقة عيب عليك، أنا أقول شي عيب. دقيقة، في بحكوا في فيها عيد، أنا ما لا سمعتها. لا لا ما في، ما تدي ترى بناتك يصيروا يزيدون فيه، لا تسمعهم، مو دايما صادقات. أنا ما اكتبوا لي اكتبوا لي. ايوه بسرعة اكتبوا بسرعة. تكتب. ما راح دقيقة يكتبوا، دقيقة. ما راح يعرفوا، ما بيعرفوا، ما بيعرفوا. اسكت، ترى الحكم انك ما تشوف الكومنت، الحكم انك ما تشوف الكومنت. انا اللي فزت مش انت، ما تشوف. انت الحاكم عليه. انا الحكم الاول، تقولي الشعر الحكم الاول. تعال تعال تعال. هاي يلا بلش. يلا يا تعال تعال اقول لك شعر. يا تعال تسمع الغزل، ترى انت ما عمرك شفتني اتغزل. لا تغزليش، اتغزل. تعال تعال انت، ليش ما بدك اتغزل؟ خلينا اتغزل. والله انسان يمارس هوايته ما يبي الناس تمارس هوايته.
انت تثق فيه. يمكن خلتيها على اول. لا تعاوني، لا تغزل مرة. لا تغزل مرة أخرى في اللي يقرفج، لا تغزل مرة ثانية. أنا ما أدري ليش أنتم ما تخلون أمارس هواية تفادى تيك توك، لا تمارسي، لا تكتموني 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 هواياتي. أنا لو التيك توك يخلوني بس أخذ راحتي أنا كنت أبدعت. لا وأنا اللي دبل بنات دبل. شفت أنا إذا ما عملت لهم كذا ما يدبل الدرب. دبلوا دبلوا بالله، خلينا نحكم حكم هيك غريب. عندك مي؟ آه لا مقطوع. ما دفعت. كنت مكتئبة مو فاضية. لا لا عاد اسمع، طيب اسمع كيف الجو في دبي؟ جو مرة رومانسي. ولك الجو برد شوب. وين بقول لك مرة رومانسي اقسم بالله. انت مشاعرك متصحرة. نجي شو يعني انا اتغزل مش مشكلة ما اتغزل. تخرب برد ولا شوب؟ إيروين إذا شو بكتبوا لي خليها تغني جبال الريف، بعرفهاش هالأغنية. غنيتها لك أنت تنسفك زهايمر. أنا اختيار يا بنيتي، شو مفكرتين صغير أنا؟ علامات الشيخ وخادي. طبعا وأنسى وخلاص كفي. أنا البارحة اكتشفت إني جالسة يعني جالسة يعني تجيني عوارة الشيخوخة، تعرف انت؟ ايوه كيف؟ رحت اعمل شوبينج مثل البنات. ايوه ايوه ايه؟ لما جيت شو جبت معايا؟ كل شيء ما عدا بدك الأرض. لا مساحة الارض، كوبايات تمام، علبة سكاكين، كل شيء يخص البيت. صرت نفس امي، فاكتشفت اني عندي علامات. ايوه بطلت اجيب الماسكارا الاي لاينر، بطل يكون عندي شغف في الانوثه. صار عندي ام، صار عندي ام داخليه. حالك صرت تيتا. ها تربي قاعده ديما هي دي، جيبوا لي اياها جيبوا لي اياها ديما هي دي. والله جالسه ربي حالي. بنات ليش اخسر كثير؟ ليش اخسر كثير؟ لا ما تخاف طفرات بناتي. حكم الاول والله هو ولا روح اشرب قنية مي كاملة. يا حزوقة شو اسوي لها يعني، حتى هادي عيب. حزوقة من الفراولة. اعطونا اعطونا بالله. شكرا ديما، بيض الله وجهك يا حبيبي. عيب 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 عيب. حتى حزوقة الله خلق حزوقة. مالك روحي شو اسمه. يلا عاد سوى واحد. لا الحكم الثاني. دقيقة ولا تعمل الوشم بس زي ما بدي أنا، مش زي ما أنت بتعملي هذاك. ايوه الحكم الثالث. الحكم الثالث الحكم الثالث استني يا بنتي استني. الحكم الثالث ما بدنا تغني، صار ساعة بتغني، اعطونا حكم. يموتون على صوتي، يشوفون فيا فنانة بس متقاعدة قبل ما تبلش. كلهم تغني تغني، بدناش تغني. أنا ترى تعرف شو يسموني؟ آه فنانة طفشانة. أنا أشهد. الحكم بعد بكرة في الأردن. شو؟ بعد بكرة تسافر للأردن. والله طيارتي الخاصة عندها ظروف. عاد عندها ظروف ولا ما عندها ظروف؟ عاد حكم شو تسوي؟ الطيار حقي نواف
قال لي انه ما راح يكون بكره، بدي يودي اولاده للمتاهة. الله دقيقة. هل فيها أعياد الأغنية؟ الحمد لله، بس اهم شيء الصوت. انت نسى الموضوع اللي فيها، اهم فيها؟ شيء ابدعتها صح. والله انه حلوة، ابعثوا لي اياها، والله انه حلوة. ايوه، بس الناس ما تشوف الابداع، تشوف قشور الابداع. شو اللي قشور الإبداع؟ كان أغنية كلها أعياد، خلاص انتهى الموضوع. ايوه بس يعني هل انا مين؟ انا عربية. انت مين؟ الله عربي. هذاك الكومنت الله، مين؟ عربي. في عندك كومنت انجليزي؟ ما في انجليزي. صح صح احنا عرب، امة عربية. الله الله، انا الأغنية ما يفهموها، يعني مين؟ مش لهم، للأجانب. ولا ما لها عذر، بتخبصي ما لها عذر. خلاص بدناش اياها، مامي يلا. don't know baby get in hub hard body shop. ما فهمت انت؟ فهمت؟ ما فهمت. شوف يقول لك مش مشكلة إذا أحد تكلم عليك، المشكلة إنك تسمعه. المشكلة اني مقرب باخذ الحكمة منك اصلا. اصلا عشان إذا ما تعرف مين روح جيب اعمل اخر جولة، روح اتعشى اعملي هذا التاتو. يلا طيب خليها دين. خلها ايش؟ دين الحر، عزيز عليه. ايش؟ شو اسمه؟ شو تقول؟ دين الحر غريب عليه، دين الكلب عمره ما يتعدل. شوفي شو دخلت؟ دين، شو بدك؟ لا لا مش كذا، في مثل مرة قوي. دين اشرحي لي يا ابن، دين دين اللي عد عد ال وعد الحر دين عليه. وعد وعد سنة. استغفر الله، الله بما انا تشوف مش وعدت، ما وعدتش. ايوه هذا مثل. طيب انا حكيت بدي احكمك، ما وعدتك انه ما احكمك. طب اعطيني احكام ما حكمتك. نسيتها. طب اسمع، طب شيء حاطه فلتر؟ حتى فلتر حق الإضاءة، مش فلتر يعني لا مش غير، ما عندي غير تغيير، ما في. بالله، ما شاء الله انا حفاني يا بنيتي، ما شاء واو الله. اي شوف، والله ما شاء الله. الحكم الاول، الغزل الوحيد اللي ما يضايقني هو إنسان يقول لي لا نحفاني. ما عكسك. اوكي نحفاني مبين. طيب انا قلت لك شو لي هذا، شو حكم هذا؟ مو حكم، حكم عليك يا خلاص غني مثال. لي، غني لي انت. فرحة سنيني يا فارق ريداني. لا مش كده، لحظة اعطيني، ولا تعال تعال نمزح معاك، تعال اعطينا فرصة. ترى انت ما ايش صاير نفسية؟ شو صاير نفسية؟ لا لا لا، ما صار لازم تكون كده. بلاش تدخل في أول 10 أسئلة، احكي لك كم وزنك كم طولك. لا 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 لا، تقول لي اسم ابوك وامك احسن من انك. خلي لك اياهم. الدبل يا جماعه، الدبل الدبل. ما راح تحكمي هون. بدي احكم، بس هم ما بدهم يشدوا حيلهم، ما روح تعشى، قرشانات، مو قادرين يكبسون، مو قادرين يسوون شيء. ديما شكرا يا حبيبي، الله يبيض وجهك. الدبل يا جماعه في ديتكم. مثلا شايفك ما بكفي الترتيب الخارجي بس، لازم الداخل. ايوه اسكتي بس. حتى اليوتيوب خلاص جالس يسوي حركات، بس اسوي انا يصير يعمل لي دعايات مجانية. انا عارفة صايدة هذه الفكرة، انك صايدة على بك الشتم.
وشبي فيها حياتي تضر ساعات.